نتوكل من هدوء نطلب التوفيق والسداد والنجاح. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقات أول أشواط هذه الفترة الصباحية في يوم من أيام التميز في منافسات سن الثنايا لأبناء القبائل في هذا الانطلاق القوي والمثير ل 12 شوطا من أشواط هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. نرحب بمشاهدينا الأعزاء ومتابعينا عبر قناة دبي ريسين، كذلك نرحب أيضا بكل الحضور والحفل الكريم المتابع لهذه الانطلاقة الأولى التي تبدأ هنا حاملة كل الإثارة وكل المنافسة وكل التحديات التي سنسير معها بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء من خلال اندفاعنا في هذا الشوط هنا بحثا عن هذا الناموس من خلال هذه الرحلة، رحلة 8 كيلومترات التي ننتظر أن تكون دائما مليئة بالإثارة من خلال الأسماء الواردة التي نتابعها. أذهب إلى المقدمة وتابع المركز الأول وتابع الصدارة الأولى والتي تبدأ أولا هنا الصبور. المركز الأول فهد بن طحنون الهاجري في الصدارة، بينما المركز الثاني الشاهينية، على المركز الثاني لأحمد بن سيف الزفين المهيري في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث في هذه اللحظة وفي هذه المنافسة التي يشهدها هذا التحدي المثير الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على المركز الثالث، والمركز الرابع هي الشاهينية عبد الله بن محمد بن عويضان العامري، بينما المركز الخامس الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع آل اجتبي، والمركز السادس عودة إلى بتصوغان راشد بن محمد الخريباني النعيمي الذي يعلن هذه البداية الأولى في هذه المنافسات. إذن هنا أسماؤنا المشاركة في هذا الشوط والتي تعلن هذه البداية التي تحمل كل الإثارة والتحديات والمنافسة على أرضية هذا الميدان من خلال كل ما ينطلق على بداية هذا الشوط القوي والمثير. نعود إلى مقدمة الشوط من البداية، نتابع المركز الأول والتي لا زالت مسيطرة على بداية هذا الشوط كما نتابع. هذه هي الصبور في هذا التحدي وفي هذا المسار هنا لسيد فهد بن طحنون الهاجري الذي يطلق العنان لهذه البداية الأولى في هذا الشوط، ومحدد أيضا مسارا متميز من مسارات المنافسة والانطلاقات. المركز الثاني واللي يعتبر بعيد يعني من خلال هذه المشاركة تأتي الشاهينية، على المركز الثاني أحمد بن سيف الزفين المهيري في هذه الانطلاقة. يا سلام يا أبو سيف، هناك على الجانب الآخر تتواجد في الجانب الآخر الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع على اجتبي، بينما المركز الرابع الشاهينية عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على المركز الرابع، وفي خامس المراكز كما نتابع الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، والمركز السادس تتواجد فيه أيضا بالصوغان راشد محمد الخريباني النعيمي الذي ينطلق في هذا الأداء المثير والأداء القوي والمندفع على مسار هذا الشوط الأول من خلال هذه البداية. هناك جبار عمر بن خليفة بن شاهين المرر على المركز السابع، وأيضا الشاهينية صالح بن علي البريصي المري. هذه الأسماء التي نبدأ بها من خلال تعدادنا لكل المشاركين في هذا الشوط، ولكن مسارنا هنا يبدأ من خلال هذه اللحظة بعد أول 3 كيلومترات تحمل هذه البداية وتحمل هذه المنافسة على أرضية هذا الميدان. الصبور هي المحتلة للمركز الأول، هي السائرة أيضا بقوة في هذا المسار من خلال بدايتها وانطلاقها وانفرادها التام لهذا الشوط لفهد بن طحنون الهاجري الذي يقود الصبور هنا أملا بناموس إلى المملكة من خلال هذا الصباح ومن خلال هذه البداية الأولى التي تحمل هذه الإثارة على مقدمة هذا الشوط كما نتابع، وانفرادها التام بالمركز الأول لا تزال هي على المقدمة. المنافسة في المركز الثاني هنا تبدأ رباعية والتي تحمل مع شاهينية عبد الله محمد بن عويضان العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يا سلام الدكتورة محمد مطر بن مطوع الاجتبي
على المركز الثالث وعودة إلى المركز الرابع أرى الشاهينية أحمد بن سيف الزفين المهيري الذي يعلن وجوده على قمة الاندفاعات والتحديات والمسار الذي يحمل هذه البداية. يا سلام، منافسة قوية من خلال مسار هذا الشوط تحمل هذه الإثارة. ولكن على المركز الخامس الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، هذه هي أسمانا التي تبدأ في هذا الشوط، يحمل هذه الانطلاقة، يحمل هذه البداية، يحمل هذا المسار من خلال التغييرات الواردة التي نتابعها هنا أيضا في هذا الاندفاع الذي يعلن وجود شاهينية صالح بن حمد البريسي المري في هذه اللحظة وفي هذا المسار. المركز السادس، المركز السابع بالصغار راشد محمد الخريباني النعيمي، والمركز الثامن هناك أيضا جبارة عمر بن خليفة محمد بن شاهين المرر. هذه أسماءنا اللي بدأت الآن تحمل هذه البداية. ولكن نعود إلى هذا الصف، الصف الثاني الذي يطلق، ولكن المقدمة لا تزال تحمل بدايتها واندفاعها ومسارها على مقدمة هذا الشوط كما تسير هنا بداية هذه الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اندفاع وانطلاق ومسار ما شاء الله، يؤكد أن بعد عبورنا للأربعة كيلومترات منتصف المسافة السير لازال بهدوء على هذه اللحظة وفي هذا المسار من خلال المواصلة للعطاء والتحديات والانطلاقات التي يشهدها هذا الميدان. الله 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 الله، إذا هنا نبدأ من مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذه اللحظة التي تحمل هذه البداية الأولى. أسير بالمقدمة وتابع صاحبة المركز الأول من خلال هذا المسار، الصبور على مقدمة هذا الشوط تحمل هذه البداية وتطالع أيضا مسارنا في هذه الانطلاقة الجميلة والمؤكدة لمسار بداية موفقة لهذا الشوط. يا سلام، قيادة هناك في المقدمة على المركز الأول الذي يتابع هذه اللحظات وهذه التحديات وهذه الانطلاقات مباشرة هناك من أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني تقدمت للمركز الثاني ووصلت أيضا هنا تبدأ بقيادة المركز الثاني في هذه اللحظة والذي تعلن هذه البداية. الدكتور محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي الذي ينطلق مع المركز الثاني، والمركز الثالث سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي مع الشاهينية، وتبقى هنا الشاهينية أيضا لأحمد بن سيف الزفين المهيري. يا سلام، مواصلة العطاء، مواصلة الإثارة، مواصلة البداية التي تعلن هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة أنها متواجدة. الله 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 الله، بدايتنا بدايتنا لا تزال هنا مع وصولنا إلى الخمسة كيلومترات في هذه اللحظة، وتبقى ثلاثة كيلومترات تحمل الباقي من هذا الشوط من خلال هذا المسار. استراحت المحارب هنا، ولكن لكن يا سلام يا سلام يا سلام، بن طحنون فهد بن طحنون الهاجري الذي يطلق أيضا عنانه لهذه اللحظة، لهذه الانطلاقة الجميلة والمميزة لهذه البداية. يا سلام على مقدمة هذا الشوط، انطلاقة هذا الشوط هناك في بدايتها وانطلاقها لا تزال على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك البداية وهناك أيضا المنافسة، الصبور موجودة على مقدمة هذا الشوط. من بداية هذا الشوط هنا تنوي هذا الناموس، تنوي هذه الانطلاقة، تنوي هذه التحديات والاندفاعات التي نشهدها في هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام، هي أيضا متواجدة شاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي اللي على المركز الثاني التي تحمل هذه البداية وتحمل أيضا هذه الانطلاقة. المركز الثالث نتابع وجود الدكتور محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي، والمركز الرابع هناك المندفعة ما شاء الله هي الشاهينية أيضا أحمد بن سيف الزفين المهيري، والمركز الرابع لا تزال شاهينية صالح بن علي البريسي المري في هذا المسار. هذه الأربعة التي سنبقى معها إلى خط النهاية في هذه اللحظة ونتابع هذا المسار الذي انطلق هنا محددا هذه البداية. سلام، الصبور لا تزال على الموقع الأول والمركز الأول والبداية الأولى، والمحاولات قائمة من البقية أيضا لمتابعة هذه الإثارة وهذه اللحظة. شوف المقدمة وأبدأ بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا أيضا مع المقدمة والمركز
الأول لا تزال صبور للسيد فهد بن طحنون الهاجري، المركز الثاني الدكتورة على المركز الثاني هنا مندفعة لمحمد بن مطر بن مطوع الاجتبي، والمركز الثالث يا سلام على اندفاعه ووصول شاهيني صالح بن علي البريصي المري وصلها للمركز الثالث في هذه المنافسة، المركز الرابع الشاهينية سعود بن عبيد بن حمد الطنيجي، والشاهينية على الجانب الآخر أيضا هناك الأحمد بن سيف الزفير المهيري. يلا يا أبو سيف نباك تحرك إلى الصدارة إلى المقدمة إلى مسار البداية الأولى، عود إلى الصدارة، عود إلى بداية هذه اللحظات، بداية هذه الانطلاقات كما يشهد هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، نبقى هنا ونحمل هذه الانطلاقة التي تبدأ هنا مبكرا في هذا المسار. المركز الأول إذا لا تزال فيها الصبور لمفاد بن طحنون الهاجري من خلال هذه المسار هذه اللحظة الأولى، والمركز الثاني متواجد الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على المركز الثاني، والمركز الثالث يا سلام هناك الشاهينية تحركت، مشكور يا زفين أحمد بن سيف الزفين المهيري حرك الشاهينية للمركز الثالث، والمركز الرابع الشاهينية صالح بن علي البريصي المري، والمركز الخامس هناك ما شاء الله هذه لمحمد بن مطر بن مطوع الاجتبي الدكتورة. إذن هنا اللي بدأنا وبدأ الكل يقترب أيضا من خلال هذا المسار، شوف البداية وخط النهاية الذي سيعلن لحظات الاستعداد النهائي في هذا الاندفاع. يا سلام لا تزال المقدمة تحمل هذه البداية الأولى، والهجوم اللي بدأ الآن في تقليص الفارق. يا سلام شوف الشاهينية، وصلت الشاهينية تجاوزت الشاهينية، سلامي على الشاهينية، سلام أحمد بن سيف الزفين المهيري يقود المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. هناك المتابعة في المركز الثاني من الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع، الهنتين في منافسة وتحدي وإثارة مع هذه اللحظة الأخيرة. شوف هنا الشاهينية التي تقود المركز الأول مباشرة واللي متابعته في المركز الثاني كما نشاهد. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه اللحظة الأخيرة تبقى كما هي ولا نشوف أيضا منافسة، نشوف تحدي وإثارة. الشاهينية لازالت مسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول والبداية الأولى. يا سلام، والمركز الثاني لا تزال الدكتورة على المركز الثاني محمد بن مطر بن مطوع، ونقول تهانينا من خلال هذه الانطلاقة وهذا المسار حتى هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا أحمد بن سيف الزفين المهيري، وسلام يا جميرة، سلام عليك يا أبو سيف، سلام، وتحرك مع الإشارة للبداية. المركز الثاني تذهب دكتور محمد بن مطر بن مطوع، المركز الثالث شاهيني سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي اللي يصل للمركز الثالث، بينما المركز الرابع الشاهيني صالح بن علي البريصي المري. هذه المراكز، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط السابع، التوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني خمسة من الأجزاء من الثانية. أيضا من خلال هذا المسار المركز الثاني نهني أحمد بن سيف الزفين المهيري، المركز الثاني هي الدكتورة، في المركز الثاني أيضا محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي على المركز الثاني الذي يبدأ في هذا المركز الثاني 13 دقيقة 6 ثواني وجزئين من الثانية من خلال هذا المسار. تهانينا محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي. المركز الثالث هنا متواجدة هذه الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي الذي قدم أيضا ما شاء الله الشاهينية 13 دقيقة 6 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي يحمل